والله مشاعر ايش المشاعر اربع اجيال متاثرين بيه خاف ما يعرفون الاخ طالعين مظاهرات مش طالعين اربع اجيال حتى بالاحواز بسوريا خلي يسمعوني بدول الخليج اربع اجيال متاثره بيه انت تكتب شعر شنو ما له علاقه بالشعر شلون ما له علاقه بالشعر لا لا وانا اريد اقول لهم انا شلون ولا اقول مدرسه ابني لا العالم تطلقها انا جيت من مدرسه عملاقه انا ما طلعت هجيل وجيت هيك راس نصر الشعر انا تاثرت بالمدرسه وحفظتها تدري كاظم شو يقول كاظم ما كاتب شعر حسيني قليل بس شوف شو يقول يقول يا ابو روح العزيزه وبيها ضحيت الكرم منك ويبطل يا ابو فاضل هذا بالفرات نشوفه مو ماي خجل من قصة التاريخ نازل أنا أعود بلام كلمة الآني أنا هذا العبد الحقير الدليل الفقير كل شيء ما كنا نقدر فقط كل شيء ما كنا فارغين أنا راح نترك الدنيا أنا أقول روحك من طحت صارت وتد بالكون روحك من طحت صارت وتد بالكون واستندن علي ما طاحن السبعة في وقتها بيان من نظام البعد شاعر كبير فصيح ما أقدر أذكره هسه يقول هاي لازم نسوي عليها دراسة أخي مو شعراء احنا